بعد كده جاي منك نصور معاه سعيد. دي مثلا ده الاكشن. يبقى اسم الكابتن رونالدو كريستيانو من أعظم الصفقات اللي مرت ليست في الكرة السعودية إنما في الكرة الآسيوية وفي الشرق الأوسط بصفة عامة. الصفقة دي مهمة جدا للنصر وللدوري السعودي وللسعودية بشكل عام. تأثيرها راح يبان مع الأيام، خصوصا زي ما نشوف الآن حساب نادي النصر في الانستغرام زاد ما يقارب 3,800,000 متابع قبل يعني في وقت قياسي وقبل لا رونالدو يجي السعودية حتى. فبدأ تأثير الصفقة يعني بدري، فراح نشوف التأثير أكبر مع مستقبل الأيام. شعور كبير طبعاً، واحد من أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم يجي يلعب نادي النصر، نادي اللي أعشق أنا، شيء كبير ولا يوصف صراحة. طبعاً صفقة جداً مهمة، يعني كريستيانو رونالدو يعني اسم غني عن التعريف، هو الأفضل يعني في العالم ما في شك. مفيد لكل النواحي، مفيد رياضياً، تسويقياً، ماركتينج، تعريف في السعودية، كل حاجة.